السلام عليكم اخواني اخواتي، ايش اخباركم؟ عساكم بخير. اكيد سمعتوا عن معالج الام 1 تبع ابل اللي حطم كل شيء اللي هو في هذا اللابتوب، لكن اللي ما عرفتوه ان شركه انتل العالميه هذه اللي من يوم عرفناها تصنع معالجات قويه اي 3 اي 5 اي 7 واصلين الجيل 11، السي او تبع هذه الشركه استقال من اسبوع تقريبا، وسبب قوه معالج الام 1. يعني السبب قالوا احنا صارنا عشرات سنين نصنع معالجات، تي شركة في أول محاولة تغسلنا. فهل الأرقام حقيقية لهذا المعالج الام 1؟ شو سالفته وكيف راح يفيدنا باستخدامنا اليومي؟ أنا استخدمت هذا اللابتوب 3 أشهر، وراح أخبركم التغييرات اللي صارت بسبب معالج الام 1 وليش ما أنصحكم تاخذوا هذا اللابتوب ولا الماك بوك برو ام 1 لسبب وجيه جدا، خليكم للنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل. بس قبل لا نبدأ، إذا كنتم من عشاق تقنية وعشاق شركة أبل، فكر في الاشتراك في القناة، لأن دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات وتوقع محتوى القناة يفيدكم بإذن الله. خلينا ندخل في التفاصيل. أولا خلينا نتكلم عن تصميم الماك بوك برو والماك بوك إير بمعالجات الام 1. ما تغير إطلاقا إلا في الإير، المروحة شالوها، ما نحفوه ما غيروا شيء إلا المروحة شالوها، فما راح تلاحظوا أي شيء بخصوص التصميم للماك بوك إير إم 1 والماك بوك برو إم 1. أما من ناحية البطارية واللي هو سبب حبي لهذا الجهاز، 18 ساعة استخدام وسط، أشل رحلات لمدة أسبوع كامل، أنا استخدمه في اليوم ساعتين ما يبند علي لمدة أسبوع، لكن إذا استخدمت استخدام ثقيل مثل فاينل كات برو تصميم 3D يأخذ لك تقريبا 6 إلى 8 ساعات، واللي هو الشغل عدل، وخاصة أنه صوت المروحة ما تسمعه، الحرارة تتولد فقط في الوسط وبشكل خفيف، يمكن لأن نحن الحين في الشتاء، بس أبدا ما يولد حرارة مثل الماك بوك برو اللي كان عندي قبل هذا بمعالج الانتل. فمن ناحية البطارية 18 ساعة اللي تقولها أبل صحيحة 100%، ولو كان استخدامك أخف مثل الوورد بروسيسنج ولا تصفح الانترنت فقط بدون مشاهدة الفيديوهات، أتوقع يدوم أكثر من 20 ساعة. هذا الفيديو والجرافيكس والانيميشن كله صاير بهذا اللابتوب. حاولت اجرب 3D ريندرينج، يعني اشياء ثقيله احط في هذا اللابتوب اشوف قوه المعالج وين يوصل، صراحه خرافي خرافي من جد. ما راح تحصلوا اي لابتوب ويندوز بهذه القيمه، قيمه 999 دولار بهذه القوه. من ناحيه السرعه هذا يعتبر من اسرع اللابتوبات في العالم، لكن من ناحية الجي بي يو أو الجرافيكس مثل الرسومات للألعاب للرندرينج للجرافيكس ممتاز جدا، لكنه بعده مش واصل للقمة، يعني قدروا تقولوا وسط. من ناحية تطبيقات الام 1 راح تلاحظوا الاب ستور متروس تطبيقات، والسبب ان معظم البرامج من الايفون والايباد انتقلن للماك بوك، لان معالج الام 1 بنفس معمارية معالج الايفون، فعشان كذا معظم التطبيقات ما تحتاج برمجة علشان تشتغل، فقط تعديل الواجهة علشان نبدل بدل اللمس يكون بالماوس. لكن الأشخاص اللي عندهم تطبيقات محددة جدا ويريدوا يعرفوا إذا هذا التطبيق راح يشتغل مع الام 1، في أداة راح أحطها تحت الفيديو راح تحلكم هذه المشكلة، وراح تعرفوا إذا تطبيق قبل لا تشتروا اللابتوب بيكون شغال ولا لا، لأن تقريبا 70% من التطبيقات الجديدة راح تدعم الام 1، لكن 30% ما راح تدعم وراح تعانوا. بالنسبة لي 90% من التطبيقات اللي أنا استخدمها حصلتها مدعومة 100% إلا بعض الإضافات في الفاينل كات برو. فنصيحتي بعد استخدامي 3 أشهر لهذا اللابتوب، لا حد يقرب من معالجات الانتل بعد الآن. والله العظيم كان عندي ماك بوك برو 2018 تاتش بار مع هاي سبيكس، والله يوم شغله يرفع حرارة مليون، الصوت كأنه جت كأنه مروحة عالية، تعرفوا اللابتوبات اللي معالجات الانتل لازم يكون صوت عالي إذا بتشتغل شغل ثقيل، يرفع حرارة كثير، قوته نص قوة هذا اللابتوب اللي قيمته 999 دولار. للعلم لو كنت طالب وتطلبه من apple.com راح تحصل خصم 100 دولار، أي ما يعادل ب 400 ريال سعودي. لكن بعد كل هذا لا تشتروا هذا اللابتوب إطلاقا، لا تأخذوا لابتوب الام 1 ماك بوك اير، ولا تأخذوا معالجات الانتل، عين شو بناخذ؟ انتظر شوي، لأن آبل ناوية تكسر، راح تنزل لابتوبين، ماك بوك برو 14 انش وماك بوك اير بتصميم جديد ونحيف، بتكون الشاشة اكبر لانها بتنحف الحواف
وطبعا الجهاز بالكامل راح ينحف، والماك بوك برو احتمال كبير راح يرجعوا لنا الاس دي كارد اللي راح نستفيد منها بشكل كبير. فانصحكم انكم تنتظروا. الام 1 خرافي، وصراحه انا استمتع باستخدامه كل يوم. الاير وطبعا البرو نفس الشيء راح يكون، لكن انتظروا لان ابل استعجلت لما نزلت هذه اللابتوبات بدون تغيير التصميم. فشهر 6 القادم اي بعد 4 اشهر متوقع ابل تنزل الجهازين بتصميم مغاير باضافات كثيره بمعالج اقوى من هذا المعالج. يعني تخيلوا كيف راح يكون اذا اول معالج بهذه القوه. فهذه خلاصه معالج الام 1 الخارق من قبل شركه ابل. اتمنى انكم استفدتوا، لا تنسوا تحطون لايك اذا عجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك اذا كنتم جدد. شكرا لكم على المتابعه والدعم والكلام الجميل، ولحد الفيديو القادم اشوفكم على خير.